لك ابي ليش طلقتها؟ لك مو حرام عليك تكسبي خاطرها للمخلوقة هلا والدنيا عيد؟ اشهد ان لا اله الا الله. يا عيب شو؟ يا عيب شو؟ يا ابي ما سمعت كلمتي، وهي اصل الفضيحة اللي صارت بالحارة. لك ابي بتقوم بتطلقها، بتطلقها. لك يا اخي حرام عليك، اللطفية ما لحدا، الله يسامحك بس. اختي، لا بقى حدا يتدخل فيني، انا بعرف شو عملت شو ساويت. يعني شو؟ فكر كسر خاطر المرة سهل؟ اي والله والله لا تبكي ليل نهار على عملتك. اوهو علينا حبكت هلا حبيتوها؟ عن اذنك يا بي. ايه هلا حبيناها. ايش مين قال اساسا انه نحن بنكرهها؟ الله يصبرها لهي المسكينة. لك ابي انت ما تربيت من طلاق امك، ما تربيت. يا بي انت بتعرف شو كان عم يصير؟ ما بيصير لك ابي ولو كان. لك ابي مشاكلك لازم تاخذها بمهدوي، بتعرف شو يعني الطلاق؟ والله خرب بيتك ابي، هذا خرب بيت. ولا اخي شو ناوي تساوي؟ ولا شيء، خليها ملحوشه عند امها. يعني شو؟ ما بدك ترجعها؟ اختي مشان الله لا بقى حدا يفتح لي السيره بنوبها. أبي ليش قاعد لحالك؟ ما في شيء يا أبي، ما في شيء، بس مو جاب علي اطلع الحارة. لك أبي الله يرضى عليك حكي لي الدغري، إذا بدك ترجع المخلوقة يا أبي أنا بروح براسي برجع لك إياها. لا 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 يا أبي لا، أنا نسيتها للطفية، ما عاد بدي إياها. أكيد أبي. أكيد يا أبي، ما عاد بدي إياها، ما عاد بدي إياها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك قول إيه، قول إيه كان رجع لك يا. انت شو فيك لهلا؟ يا بي مو جاي نينو. وين؟ رايح نام ببيتي يا بي. لك شو اخذك هلا بنصاص الليالي يا بي؟ بدي نام هنيك يا بي. وما تنام هون. معلش يا بي، هنيك اريح لي. اصبح على خير. تمام على خير. حول ولا قوة. انتوا ليش هلا فايقين ابي؟ ما تفوتوا تناموا لك ابي، فوتوا ابي الله يرضى عليكم وفوتوا ناموا روحوا. الله يسامحك يا ابني، والله انت تسرعت لما طلعت مرتك كمان. اي والله يا ابي ما تحملتها، هي وامها غلطوا بحقك وبحق امي. بعرف لك ابي، فكرني ما بعرف، ما في شيء بيتخبى لك ابي، بس برجع بقول لك الحق عليك، انت تسرعت لما طلقت مرتك وما رح ترتاح طول ما رح عزابي. لا حول ولا قوة الا بالله. Thank you.
يعني انا لو ما حلفت علي يا ام توفيق اني فوت فانا بعدت بخطوه واحده بهذا البيت. انت بتعرفي انه مو اصول فوت على بيت ما في رجال، بس انا يعني معتبر انه نحن اهل وقرايبين وانا لساتني عمل لطفية الله يسلمها. اهلين وسهلين عمي. اهلين عمي. اهلين عمي لطفية الله يرضى عليك، الله يحن عليكي. شلونك عمي؟ الحمد لله عمي ومشتاقة لك. روح سوي لنا فنجانين قهوة. حاضر حاضر يا عمي. لكن جاي وبدك ترجع لطفية. ايه والله يا عم توفيق، شو قلتي؟ ايه اهلين وسهلين. بنمهلي يا ام توفيق بنمهلي. وهو اللي بعتك ولا انت اللي جاي لحالك؟ شو هاد؟ شو بتقصدي ام توفيق؟ اللي بقصده انه بنات الناس مو لعبه بايد ابنك، واذا بدي يرجعها بدي يجتمعوا اعضوات الحاره ليعرفوا ليش طلقها هالمفتري. هلا انا ما عاد يمشي حالي يا ام توفيق، شاني جاي براسي عند منك لهون وبدي رجع البنت. اكذب عليك ابو عصام، انا مالي موافقه وراح اقول لك لا، لانه انت كلمتك ما عادت مثل الاول، وخصوصي انه سعاد خانم ما عادت مرتك. يعني بالمشرمحي مسند ظهرك وسندك راح من عندك، والعقيد ما عاد يسمع كلمتك مثل الاول. بقى مثل ما قلت لك ما برجع لي يجتمعوا اعضوات الحاره، وغير هالكلام ما عندي. صارت القهوة عمي، شعر الله عود عمي. حاضرك عمي. ليش راح عمي؟ أمي ليش راح عمي؟ ليش راح؟ ما رضيت أبي، ما بدي ترجعها. ماني والله ما حكيت معها الا كلمة حلوة. اي والله استغفر يا بي، ان شاء الله عمرينا. هي جنت على حالها وعلى بنتها، بس يا بي ما تكون زعلتك بشي كلمة ما لها طعمة. ها؟ لهلك ابي ليش تسترجي؟ لانه بعرفها لحماتي، لسانها باربع شطلات وما بتحترم حدا. بس لطفية لك ابي غير امها، والله غير امها. شلون يعني يا بي؟ ابي لطفية ناوية ترجع وحابة ترجع، بس أمها كاتمة على نفسها لك أبي، ما عاد خليها تحكي. أيوه